تداول ناشطون مقطعا لقيام حماية كل من النائب علاء سكر الدلفي وحماية النائب حيدر التميمي باقتحام سيطرة جاكور واعتدوا على المنتسبين فيها وأطلقوا النار بعد رفض السيطرة لدخول شاحنات الحنطة التي يملكها السادة النواب إلى بغداد، وذلك تنفيذا لقرار رئاسة الوزراء وعمليات بغداد القاضي بحصر إدخال الحنطة بوزارة التجارة فقط. دعونا نشاهد المقطع التالي. يتهددون على الضابط بالسيطرة، حماية مال البرلماني، يتهددون على ضابط مرسوم جمهوري. يقول لي هاتتني عشائري يعني عم ما في شيء، والله العظيم يا تمحاتي بيتك الشهر. النائب وظيفته يخدم المواطن، لا يهتم المواطن ويحتج عليه. شو اخوي كله؟ اذا اكو واقف اجراءات قانونيه ما تطبص سقط لك دائره حكوميه. والله العظيم زين عبرت لك اثنين العصير هذا فلوس من الدوله. يعني لو ناخذ فلوس شلون ما كان عبرناه؟ انا ايه؟ ابو الفيكيشن تمام ارتاح اطلع لا ضرب جيب السلاح فوضى لا تحدث حتى في أفلام هوليوود.